طبعا المشروع عبارة عن إطراق عدد 8 معدات عسكرية تم الحصول عليها بالتنسيق مع وزارة الدفاع مشكورين، وتم تأهيل هذه المعدات العسكرية بحيث تم إزالة جميع الملوثات منها بما فيها من زيوت وكابلات بلاستيكية بحيث تكون جاهزة للإغراق. طبعا الهدف من المشروع هو خلق بيئة اصطناعية للكائنات البحرية، كذلك خلق شعاب اصطناعية، شعاب مرجانية اصطناعية، بحيث ان احنا نتأمل ان شاء الله بعد 6 شهور او سنة بالكثير يكون نمو شعاب مرجانية ان شاء الله ممتاز. الهدف من المشروع مثل ما ذكرت انه هو خلق بيئة جديدة للكائنات البحرية اللي هي متواجدة اصلا في الموقع في جزر الديمانيات، وكذلك تعويض ما تم خسارته من شعاب مرجانية سابقا بسبب الانواع المناخية او حتى بسبب بعض التدخلات البشرية. من ناحية سياحية طبعا المأمول انه يكون هو مغاص ويعني يزوروا الكثير من غواصين هواة الغوص، راح يكون مميز من ناحية هواة الغوص للتصوير تواجد الكائنات البحرية، راح يعتبر متحف بحري تحت البحر ان شاء الله، تحت الماء ان شاء الله. الحقيقة هذه احنا راح نعتبرها كأول مشروع او مرحلة اولى، وجار العمل الحقيقة في تنفيذ او دراسة تنفيذ موقع اخر ان شاء الله هنا في مسقط قريبا، لكن بفكره ثانيه ان شاء الله راح تكون، ليس بمعدات عسكريه، يمكن تكون بفكره ثانيه. وكذلك في حاله ان لاحظنا نجاح هذا الموقع وتوافر المساحات للاغراق، ممكن ان احنا نزيد عدد المعدات العسكريه ان شاء الله. فاخذت هيئه البيئه على عاتقها هذا الجانب للحفاظ على هذا التنوع الأحياء الفريد من نوعه، طبعا عمل يعني بيئات جاذبة لعدد من الأنواع، فمنها طبعا بيئات الشعاب المرجانية التي تعمل على جذب التنوع الأحيائي الفريد من نوعه، وأيضا خلق يعني بيئة سياحية مؤاتية. طبعا عملية السياحة البيئية مهمة جدا بالنسبة للسلطنة يعني، وأيضا خلق تنوع أحيائي فريد في المنطقة، وبالتالي طبعا يعمل هذا الجانب على يعني إيجاد موارد جينية متنوعة والحفاظ على الجانب اللي طبعا المنقرض منها، فالحفاظ عليها طبعا في بعض يعني الموارد معرضة لخطر الانقراض، فبالتالي طبعا لابد من إيجاد يعني بيئة حاضنة والحفاظ عليها بشكل متكامل.